الجزء الثالث من مسلسل عروس بيروت واللي بيتم عرضه على شاشة NBC4 وطبعاً قبلها ب 24 ساعة على شاهد. هو من أكتر المسلسلات اللي عليها تفاعل كبير والناس دايماً بتستنى عرض حلقاته لحظة بلحظة. وانتوا طبعاً شفتوا تغطية تريندينج الخاصة في كواليس تصوير المسلسل وشفتوا كمان لقاءاتنا الحصرية مع نجومه، كان منهم ظافر العابدين، كارمن، الست تقلة، واللي حكولنا أكتر عن المسار الدرامي لشخصيتهم في الجزء ده. طبعاً من الشخصيات المحورية بالعمل خليل اللي بيجسد جو تراد واللي هالموسم عم بيعيش حالة ندم على تحالفه مع آدم بالموسم الماضي واللي بسببه خسرت عيلة الظاهر أسرة وعم بيعيشوا أحوال مادية سيئة هالموسم. جو صار معنا هلأ على الهواء لنعرف منه تفاصيل أكثر عن المفاجآت والتطورات اللي مخبيتها شخصية خليل للجمهور. فمساء الخير جو وأهلا وسهلا فيك. مساء النور، كيفكن؟ الحمد لله، مشتاقلك والله. حلو هلا بالليل يعني مع بعض هيك عشان سهرانين مع بعض بنتسلى سوا. اكزاكتلي. طيب بس على وجه جاوب على اسئلتنا هلا، عرفت لانه بهالموسم من بدايته شفنا خليل مدمر نفسيا، ندمان على تحالفه مع ادم اللي خسر عيلة الظاهر اسرى وماله، وشفنا خليل كمان مع فارس عم يبكي وعم يساله شو لازم يعمل لينتقم من ادم وحتى اقترح عليه انه يقتله. قولتك بيعملها خليل؟ مش بعيده، بتعرفوا بالجزئين عمل كتير جننا في الجزئين. لا ليك، انتقامه هالمرة حقيقي يعني عن جد، ممكن إذا بيشوفه قدامه هلأ، مشان هيك إذا بتشوف بالحلقات عم بيجرب قد ما فيه يتجنبه أو يجربوا ما يحطوه معه لآدم لأنه خطر عليه. ايه لك نار وبنزين، بس ما رح يسكت يعني لما نشوف ايه اللي هيحصل. طب خليل، انا هقول لك خليل يا جو دلوقتي، احنا شفنا كمان فارس وهو بيساندك معنويا وقال لك ان احنا لازم نقلب الصفحه دي خلاص وما نسمحش طبعا لادم ان هو يسرق ويدمر حاجات اكتر من كده من عيلتنا، بس شفنا كمان من يومين ان انت سمعت عمتك عايده بتقول لامك ست ليلى انه فارس هو ابن عادل، فردت فعلك هتكون عامله ازاي على المعادله الجديده دي؟ هو اكيد خليل يعني هيدا لوحده عمل له شوك، لانه فارس بالنسبه له هو خيه من لحمه ودمه وبينظر له بهالطريقه، بينظر له حتى بطريقه انه هو الاب. فهيدي كثير شوك، اكثر انسان اتاذى من هالخبريه هو خليل، لانه ما بتعرفي كميه الحب اللي عنده اياها لفارس، ف كانت مأزيه، كانت ضربه كثير قويه، وهيدي رح تعمل له بعدين رياكشن، يعني رح يصير في موضوع كبير من وراها. متوقع صراحة. طيب جو، امبارح نحن اعلنا على صفحه ترندينج بانستغرام انك ضيفنا وطلبنا من الناس اذا عندهم سؤال انه يوجهوا لك اياه من خلالنا، نحن اخترنا كم سؤال من بيناتهم. في متابع اول شيء طلب نسالك اذا رح تاخذ مكان فارس بالعائله من بعد ما عرفت انكم اخوه بس مو من نفس الاب، يعني هو خليل يمكن القديم بوقتها بالجزء الاول والثاني لما ما كان بعد نضج كثير كان بيعملها لانه كان عنده كره يمكن بمطرح معين وبده يتملك مطرحه، بس اليوم اذا بتنتبه بالعلاقه، علاقه الاخ اللي موجوده بين خليل وفارس كثير قويه وكثير حلوه وبيسمع له، وهو من وراه رجع على البيت اذا انتبهتوا باول حلقه، خليل كان منه ناوي ابدا حتى كرمال اولاده ومرته ما كان رح يرجع. فهيدي العلاقه قويه كثير، بعتقد ابدا ما عم بيطلع بهالطريقه، بالعكس مفقوس كثير من قلبه. من قلبه كمان. طب خليل كلمني شوي كمان عن علاقتك بست ليلى من بعد ما عرفت السر ده، هتبقى عامله ازاي؟ يعني هو بينه وبين حاله ما كثير صدق هذا الشيء، لانه بيعرف مربى من بين ايديها، يعني بيعرف تربيتها وبيعرف اخلاقها واصلها، فهو عامل شوك كثير من هذا الموضوع انه مستحيل تصير، فبعتقد انه من جوا هو بيعرف انه هذا الشيء مستحيل بس صارت قدامه، فهون هلا هون اللي بقولوا التشالنج انه او التخابط اللي عم بيصير معه بين انه يصدق وبين انه لا، بس هو من جوا صعب يصدق انه ست ليلى اللي هي ربطنا بكل هدول التقاليد وكل الاشياء الاصول اللي لازم نعيشها كعائله انه تعمل هيك، ففي شك بس احساسه بيقول في حاجه. ايه بس هو لا، في يعني حيصير مشكله من وراء هذا الموضوع، وطبعا خليل اكيد غلطان مثل عادي. طيب شو راح يصير بعلاقتك معنا يا مع زوجتك بهذا السيزن؟ اذا انتبهتوا العلاقه حلوه لانه ما في مشاكل مثل ما كان في قبل، نايا في مطرح معين خفت لانه قربت اكثر من العائله، عرفت انه عم بيصير في نحن بحاجه لنكون متضامنين مع بعض، ف رح توقف حده، هي رح تساعده المفروض لانه هو اللي ضايع هالمره، ف العلاقة حلوة رح تكون، وفي كتير قصص يعني في غيرة في حب في
في اشياء سسبنس لقدام بعد كثير. طيب بنشوفها اكثر مره من اكثر من الجزء الاول والجزء الثاني. شوقتنا. طيب في سؤال اخير من الجمهور، كان في حدا من الجمهور حابب يعرف اذا في مسلسل جديد لك او من بطولتك او رح نشوفك برمضان؟ ليك هلا صراحه يعني انا من بعد عروس بيروت 3 اجزاء وحلو مره طويل كان كمان 60 حلقه، بعتقد رح اخذ بريك خفيف اشتغل على مشروع لإلي يعني، وبعدين ان شاء الله يكون في شيء حلو يعني. ان شاء الله يا رب. نحن كثير انبسطنا بوجودك معنا، كل التوفيق لك جو، ونشوفك ان شاء الله قريبا. نورتني يا جو. باي باي. ثانك يو باي 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 باي.